السلام عليكم، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى تكونوا مزيانين وبصحه جيده وتكونوا كدوزوا وقيته مزيانه في الدار وداكشي. المهم اليوم جبت لكم واحد فيديو سبيسيال شويش، قلت انا شويش ندخل عليكم فيديو خاص غير بالتاكوس. ما عرفتش واش اغلبيه في حالي جبرت واحد الصعوبه كبيره بماكله الزنقه، اللي كيسمع ماكله الزنقه غيحس بيا. توحشت ماكدونالدز، توحشت بيتزا، توحشت تاكوس. هو ما كيجيوش بحال الزنقه ملي كنعادلهم في الدار، ولكن اليوم جيت نعاد لكم تاكوس اللي كنعادلو انا دائما في الدار. صراحه كيجيني لذيذ بزاف بزاف بزاف، بحال اللي كناكلو في الزنقه، وعاد حسن يعني كنعرف شنو كنعمل فيه وكلشي، وكنعمل داكشي بالشهوه ديالي. وصافي. المهم اذا كنتو اول مره كتفرجوا فيا ولا جديد في القناه، كما نقول لكم مرحبا بكم، نزلوا لتحت عملوا اشتراك وعملوا لايك وعملوا كومونتير وفعلوا الجرس وعملوا اي حاجه. نعملوا هاد الفيديوهات، بقيت نعمل لكم هاد النوع ديال هاد الفيديوهات هادو باش نحاولوا ما امكن يعني نعملوا اي حاجه في الدار، ما نخرجوش نقضيو باش ما كان اللي عندنا في الدار. ماشي ضروري يكونوا مثلا المكونات اللي نقول لكم دابا كاملين، غنوريكم الطرق اللي تقدروا تعملوا بهم تاكوس بابسط 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 حاجات. وصافي هادشي اللي كاين. المهم ما نطولش عليكم بزاف حيت الفيديو ما بغاش يجي طويل، ندوزو لطريقه التحضير بكل سرعه. مهم هاد التاكوس باش كنحتاجو ضروري كنحتاجو الخبز ديال التاكوس. الخبز التاكوس صراحة أنا كنشري من الزنقة، مكنعدلوش في الدار حيت جربت نعدلو واحد المرة وما صدق ليا شي، مكيجينيش بحال هذا اللي كنشريه صراحة. كنت شريتو ديك المرة. المهم هاهو. وكنحتاجو لاصوص، ماشي ضروري يكونو عندكم لاصوص واجدين، وماشي ضروري تكونو شريو من الزنقة. أنا أغلبيها مايونيز وأندالوس، إذا مكنتش عندكم مثلا وحدة من هادو تقدروا تخلطوا مايونيز وكيتشوب، ولا تقدروا تخلطوا مايونيز وكيتشوب وتزيدوا عليهم شويه بصله وشويه الحر، وهكذا كتكونوا كتعدلوا صوص الجيريا. وكنحتاجوا الدجاج ولا كفته. انا هنايا عملت لهم الدجاج، عملت لهم رقاق، عملت لهم قبائل اللي رقدتو، عملت لهم شويه ملح شويه الابزار وشويه الصحتر ومغرفه كبيره ديال موتا خليتهم فايده. ما بغيتوش تعملوا موتا، تقدروا تعملوا دانون مسوس، دانون طبيعي، او كتخليهم يترقدوا. بغيتو نخليهم حتى ساعه جوج، بغيتو نعملوهم في 5 دقائق. المهم باش كيجيوني لذادين وكيجيو واخا هذاك ماشي ناشفين بزاف. كذلك تحتاجوا هنايا الجبن، جبن مربعات ديال لي ساندويتش ولا اي جبن عندكم توفر في الدار. او طبعا ما كاينش شي تاكوس بلا فريت، ضروري فريت. المهم انا دابا غادي نقلي الدجاج ديالي، ما بغيتش نعمل بالكفته، قلت نعمل بالدجاج. دابا كنعمل بالكفته، نعملو لقمه ديال اي كفته اللي كتعدلو دائما، يعني لقمه ديالها عاديه وشويه بصيله. وغادي نزيد عليهم انا على الدجاج، غادي نزيد الناطا ملي غادي يطيبو. غادي نزيد الناطا باش حيت ما كيجنيش التاكوس ناشف، انا كيجني شي التاكوس فازك ولا معمر بلا صوص. وكل واحد والاختيار ديالو، كل واحد والشهوه ديالو. المهم نبداو. المهم من بعد ما تحتلي الدجاج ديالي كنزيد عليه انا شويه ديال الناطا. هاد اختياري، تقدرو تعملو الناطا تقدرو ما تعملو هادشي اللي بغيتي زعما، تقدرو تحتفلو غير بهادي بالدجاج وفريت ولا صوص. انا كصراحه كيعجبني فيها زعما، كنزيد عليه شويه ديال الناطا فاش دار طريه ديال الطبخ ديال المقصود يجي فازك باش ما تجيش تاكوس مزيت. كون صراحه انا بديت تاكوس نعدلو نهار تعلمت نعدلو، وانا كون غير كنبدافع يعني تا وليت مبقيتش كناكل الزنقه صراحه. والله الا وليت كناكلو كنعدلو غير في الدار. كنزيد عليه شويه ديال الجبن، تقدرو تعملو تا لاباشكير الا بغيتو، لما في الاختيار ديالكم في هاد العمارة. كتجي مزيدة ومعلكة صافي.
كمان كنحس الخبز ديال التورتي ديال الطاكوس ديالي. كان في لي صوص اللي بغيت انا بالنسبه لي من الاندلس، وغنعمل شويه مايونيز. خليوها هي في الوسط، ما تدوروهاش على الجنبات كاملين باش ما يخرج لكم شي، ما تخرج لكم شي لاصوص. ديك الساعه كنعملو فريت هو الاول. فريت من الاحسن تكون بارده شويه باش ما كي مش ما كتفزق لكم شي بزاف. المهم كنعمل شويه فريت هكذا، وكنعملو الدجاج اللي عملت دجاج ولا كفته ولا اي حاجه بغيتو. نزيد عليه شويه الاندلس، شويه ديال الكيتشب، صافي. دابا كتبقى كيبقى لنا غير الجبن ديالنا. بالطريقه ديال الجميع، انا نوريكم الطريقه اللي كنعرف نعدل الان. المهم كنجمع هايدا، كنجيب وحده هنا كنغطيها، كنجي هنا كنعمل واحد الطاويه كادو كنتكي عليها من هنا هكذا وهكذا، كندورها. حاولوا ما تفتح لكم شي، تيت كنعمل نفس الحاجه الطاويه كادو، وكنغطيها هكذا. وها هو الطاكوس ديالي، كنعمله في ماكينه البانيني، كنعمله بنات مجنبه. حاولوا ما تبغيو تحطوها تردوا بال مزيان باش ما تفتح لكم شي. كنعمله مجنبه وكنهبطها هيدا باش كيجوني فيها ديك الشريطات. غنوريكم البنات الثانيه بالزبده، غنعملو عاوتاني هاد السفيان، غنعملو اندلس وشويه ديال مايونيز. ما قلتكم عيف في الوسط، حاولوا ما تخرجوهمش من الحاشيات باش تكونوا كتجمعوا ما يديروا ما تخرج لكم شي. كنعملوا فريت هي الاولى، شي كامل يبقى في الوسط. كنعملو الدجاج ديالنا، نزيد عليه شويش ديال الجيريان، صوص الجيريان سفيان، و الجبن. الجبن كنقسمو على جوج، كنعملو النص هنا والنص هنا. دابا كنجمعو، مقلتكم كنزيرو، متزيروش بزاف عندكم طرطق لكم الخبز، وكنغطيو. نعملو الطاوية ديال الكادو، كنعملو وحدة هنا وحدة هنا، كنعملو هيدا. متزيرو شي بزاف باش ما يطرطق لكم شي الخبز، وكنغطيوها هكذا. هذه ما تطلقولها شي مره، من بعد كتقلبوا على هذا النحو. المهم باش تجيكم عامره بالشروط ملي تعملوها في الاول هيدا، من بعد رجعوا قلبوها للعكس هيدا باش كتجيكم هيدا معمره بالشروط. وحاولوا تكيو عليها شويه باش كيجي ديك الشروط بحال شروط الزنقه.
هذا كيتسنى النوبه ديالو هنايا. وتطاوي البنات كيجي بحال ديال الزنقه. واذا كنتو باغيين تعملو كبير على هذا كتعملو جوج من هذا كتعملو هايك. اذا كنتو باغيين نسال اي طاكوس كبير كتعملوهم هايك على هاد الشكل بعضهم ساعة كتطويهم حقا كتطويهم هايك هايك كتطويهم من هاد الحاشيات هايك. هذا كبير XL الناس اللي فيهم الجوع اللي كيكونوا ما كيكفيهم شي واحد. باش كنحمروا من الحاشيه كنقلبوا هيدا حيت ما كتعجبنيش كيعجبنيش الخبز ديال الطاكوس يبقى ابيض. كنحمروا هيدا غير شويه. شفتي كيفاش هذيك مربعات بحال تكون انا ديك الماكينه ديال الطاكوس. نحمر شويه وقفوا ونور سخون. صافي كنعملو فوق الطبق ديالي وكنزيد فوق كيس الالومنيوم. فوالا الطاكوس ديالي الاولي واجد كما قلت لكم كنعملوه بالجنب. ملي كنبغيو نحمروه عاوتاني كنقلبو من هاد الجهه باش كيجيو مربعات. وصافي هادو هما الطاكوس ديالي. انا نوريكم كيفاش كيجيو من داخل غادي. ها هو البنات كيف كيجي من داخل كيجي لذيذ بزاف. المهم اسمح لي اذا شهيتكم ولا شي حاجه ما نوضوش نمر على دراعكم نوضو على الدلو. عرفتي كيجي لذيذ كيجي فازك فازك فازك. صافي وصافي كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى الطاكوس يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا بهذا شي حاجه. كان ضروري خصني نشد لكم فيديو حتى ناكل منه حتى نعطو باش نوريكم كيفاش كيجي من داخل. وصافي هادشي اللي كاين. السلام عليكم.